بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع برنامج أوتوكاد 2016 نتعلم مع بعض إزاي نقدر نعمل خط موازي بطريقة أمر أوفست. أمر أوفست طريقة فكرته إن هو بيقول لي اختار الشكل اللي أنت عايزه، وعايز بعد كده تحدد لي المسافة اللي أنت عايز تعمل عليها الخط الموازي أو الشكل الموازي للشكل الأصل، وعايز تعمل اتجاه الخط الموازي للداخل او للخارج، للاعلى ولا للاسفل، اليمين ولا الشمال، يعني محتاج اتجاه. الكلام ده بيتعمل بيتنفذ باربع طرق موجودين في امر اوفست. تعالوا نتعرف مع بعض ازاي الامر بيتنفذ والطرق دي بتتنفذ ازاي. نروح كده مع بعض نشوف الاشكال الموجوده عندنا. مثلا عايزين نعمل خط موازي لدايره نفس الشكل موجود هنا، هعمل ديليت للاشكال دي وابدا اقول له اوفست. ممكن اختار اوفست من قائمة موديفاي. ادي الامر الموجود عندنا اوفست، طبعا زي ما حضراتكم شايفين ممكن نعمل بيه الحوائط. فهقول له اختصاره على الكيبورد او سبيس، بيقول لي اول حاجة محتاجها المسافة ديستانس، عايز المسافة اللي انت عايز تعمل عليها الخط الموازي. فالشكل ده لازم تكون حضرتك عارف ابعاده، نصف القطر بتاع الدايرة، طول الخط اللي انت عايزه، عشان تقدر تعرف المسافة اللي انت عايزها كام، الخط الموازي اللي انت عايزه يبقى كام. هقول له وليكن مثلا الخط الموازي ده 1 سبيس. بعد كده بيقول لي سيلكت الاوبجكت، اختار الشكل اللي انت عايز تعمله الخط الموازي، لان انت ممكن انت عايز تعمل موازي للدايره ولا للمربع ولا للمثلث، ولا عايز تعمل دايره، عايز تعمل موازي لليمين، فعايز اعمل الدايره فبضغط كليك على الدايره. بيقول لي طيب حدد لي السايت، اضغط بوينت اون سايت، عايز تعمل اوفست للخارج هنا ولا للداخل. مثلا هقول له عايز اعمله للخارج، ممكن اختاره تاني واعمله تاني، اختار الشكل واقعد اكرره وهكذا. ممكن ابدا اختار الشكل واكرره للداخل، افضل اكرره للداخل لغايه ما هلاقي ان الامر مش قادر يتنفذ. طب ليه مش قادر يتنفذ؟ لان المسافه اللي موجوده جوه اصغر من المسافه اللي انا مديهاله في الديستانس بتاعه الاوفست. طيب تعالى نعمل اوفست للشكل ده، نعمله ازاي؟ هقول له او سبيس، هيقول لي انا عايز ديستانس مسافه، هقول له مثلا 1 سبيس، وبعد كده اختار الشكل واختار الاتجاه اللي انا عايز اعمل فيه الاوفست، سواء كان للخارج او كان للداخل بهذه الطريقه. تمام، ممكن اعمل اوفست للاشكال دي كده واكررها، اقول له او سبيس، بيقول لي اديني ديستانس مسافه، هقول له مثلا 1 سبيس واختار الشكل وادي له اتجاه سواء كان للاعلى او كان للاسفل، وليكن مثلا للاعلى، وابدا اختار الشكل وهكذا. تمام، دي كده طريقه الاوفست ديستانس. عايزين دلوقتي نتعلم طريقه ثانيه اسمها مالتي بلاي، عايزين نتعلمها في امر الاوفست. طيب عشان نتعلم الامر ده مع بعض، تعالوا نكتب او سبيس، بيقول لي حدد المسافه اللي انت عايز تعمل عليها الاوفست، هقول له وليكن مثلا 1 سبيس، بيقول لي حدد الشكل اللي انت عايزه وليتكن الدائره. هلاقي تحت بعد ما اختار الشكل هلاقي كلمه مالتي بلاي، اختارها وبعد كده ابدا احدد الاتجاه اللي انا عايزه. تضغط كليك هتلاقي حضرتك ان هو عمال يحدد لك المسافه وعدد الاشكال وهكذا، يبدا يكرر الشكل زي ما حضرتك حابب. تاني تعال نكرر الامر دوت مع الريكتانجلر اللي موجود تحت، هقول له او سبيس، بعد كده بيقول لي حدد المسافه، هقول له مثلا 1 سبيس، بيقول لي اختار الشكل سيلكت الاوبجكت، قلت له مثلا الشكل ده، هتلاقي تحت حضرتك كلمه مالتي بلاي اختارها، ويبدا يعمل كليك للخارج يبدا يكرر الشكل زي ما حضرتك حابب. عايز تعمله للداخل ابدا اضغط للداخل. طيب ده كده بالنسبه لاوفست مالتي بلاي. عايزين دلوقتي نتعلم امر اسمه اوفست ثرو. اوفست ثرو امر بسيط جدا، كل ما فيه هو ان حضرتك بتقول له او سبيس، هتلاقي تحت كلمة اسمها ثرو يعني خلال. يعني ايه خلال؟ يعني حضرتك مش هتكتب مسافة، حضرتك هتختار الشكل وتتحرك بيه لغاية النقطة اللي حضرتك عايزها. يعني مثلا ممكن اقول له اقف هنا، اقف هنا، اختار ده مثلا اقف هنا، اختار ده واقف هنا، في المكان اللي حضرتك عايز تعمل فيه الشكل بكل بساطة بالماوس ممكن تعمل الاوفست. طيب تعالوا نستخدمه بطريقة أفضل من كده، نقول له او سبيس، نختار كلمة ثرو ونختار الشكل ونقول له أنا عايزك تعمل لي اوفست لغاية النقطة دي، اختار الشكل ده واعمل لي اوفست لغايه النقطه دي وهكذا، من هنا لغايه هنا، من هنا لغايه هنا. يبقى دي طريقه الاوفست. تعالوا برضو نعمل بيها شكل تاني، وليكن مثلا عندي خط مستقيم هنا
مثلا، وعندي خط مستقيم موجود هنا، وعندي خط مستقيم موجود هنا، وعندي مثلا خط مستقيم موجود هنا، وهقول له اوفست او سبيس، هتلاقوا هنا كلمه اسمها ثرو، نضغط عليها كليك، هختار الخط ده واقول له ثرو لغايه النقطه دي، هتلاقي حضرتك ان الخطين اصبحوا على استقامه واحده. لو اخترت مثلا الخط ده وقلت له ثرو مع النقطه دي، اخترت مثلا الخط ده وقلت له ثرو واخترت كلمه مالتي من تحت وبدات اكرره عند النقط دي كده، بدا يتكرر مع الشكل اللي موجود فوق زي ما حضراتكم شايفين، من غير ما احدد له مسافه بدا يعمل لي الاوفست ثرو بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها. طبعا الامر ده بستخدمه بطريقه مفيده جدا في طريقه السكشن، اسقاط الوجهات في اسقاط السكاشن وهكذا. كده اتعلمنا امر اوفست ثرو، تعالوا مع بعض نتعلم مع بعض امر اوفست ولكن بالتو بوينت او سبيس. هو دلوقتي بيطلب مني ديستانس، انا بدل ما هديله الديستانس بالكيبورد وان انا مثلا اكتب له واحد ولا اتنين ولا خمسه ولا اي رقم، لا انا هضغط كليك بالماوس من هنا وكليك بالماوس لغايه هنا، وهو هيقيس المسافه ما بين النقطه الاولى وما بين النقطه الثانيه، هو كده عارف المسافه اللي انا عايزها. بكل بساطه لو انا مسكت الخط ده ونزلت للاسفل هيعمل لي الخط للاسفل، طلعت بيه مثلا للاعلى يعمله لي للاعلى، اخترته لليسار هيبقى بنفس الطريقه. تعالوا كده أأكد لحضراتكم ان المسافه ما بين الخط ده والخط ده هي نفس المسافه ما بين الخط ده والخط ده، هي نفس المسافه ما بين الخط ده والاسفل والخط ده والاعلى. ازاي؟ لو انا رسمت دايره من النقطه دي كده لغايه هنا، هتلاقوا حضراتكم ان الدايره بتمس الاربع خطوط اللي احنا رسمناهم بكل بساطه وسهوله جدا زي ما حضراتكم شايفين. وبكده نكون هنا امر اوفست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.